السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في التتمة ديال درس الاتصال. إذا قبل ما نمشي للاتصال على مجال، غنشوفوا واحد القضية اللي هي مهمة جدا في مادة الرياضيات، اللي هي مجموع التعريف. يعني أغلبية التلاميذ كيكون عندهم هذا المشكل ديال تحديد مجموع التعريف، أو ما يسمى ب دي دو اف أو لا دي دو جي إلى آخره. إذا في هذه الحصة هذه إن شاء الله غنتعرفوا على الطريقة عاد نمشيو نديروا التتمة ديال الاتصال، اللي هو الاتصال على مجال. يلا قبل ما نعطيكم كاع الخاصيات ديال دي دو اف، غتنتبهوا معايا عفاكم. مثلا ملي تيكون عندك اكس أكبر أو يساوي واحد العدد أ، هذا العدد أ يقدر يكون صفر، جوج، ثلاثة، أربعة، واحد على جوج إلى آخره. هذه متفاوتة، بغيت نحولها للمجال، بغيت نكتبها على شكل مجال. هذه كنعنيو بها من العدد أ تل بلوس لانفيني، صافي؟ عقلوا لي مزيان، هادشي راه شفتوه في الأولى بكالوريا. إكس اكبر من عدد، ديما الى عندك هذه القضيه هذه كتبدا من داك العدد تال بلس لانفيني، درت مغلق حيت عندك او يساوي. اما مثلا الى عندك قطعا بحال هكا اكس اكبر قطعا من ا، كندير مفتوح من ا تال بلس لانفيني، صافي. الحاله الثانيه الى عندك اكس اصغر او يساوي العدد ا، شنو كنعنيو يعني شنو كنقصدوا بهذه المتفاوته هذه على شكل مجالات؟ حيت في الدي دو اف كتلقى هذه المتفاوتات وكتحولهم للمجالات، اما كتلقى هذا الشكل هذا او هذا الشكل، جوج انواع اللي عندك. دونك هذه كتعني من موال انفيني حتى لذاك العدد ا مغلق، علاش؟ حيت عندك او يساوي، صافي. ديما الى عطيه بالظهر هذا الرمز هذا عطيه بالظهر الاكس كتبدا من موان تل تل داك العدد ا. دابا الى كان قطعا مثلا اكس اصغر قطعا من ا من موال انفيني حتى داك العدد ا، ولكن كيكون مفتوح حيت عندك قطعا. اذا هادو كنحتاجوهم ضروري، وكاين باقي اللي كيتلف فيهم، ولكن هذه فرصة ماشي مشكل للتذكير حيت شفتهم في السنوات اللي قبل من السنكيام. إذا دابا غنمسح السبورة باش نمشيو لحاجة أخرى. دونك دابا غنمشيو للخاصيات ديال هاد القشر هذا ديال دي دو اف، أوكي؟ إذا غتنتبهوا معايا مزيان، خاصيات ساهلين بزاف تحديد دي دو اف. السؤال كيقول لك حدد مجموعة تعريف اللي كنقصدوا بها دي دو اف ولا دي دو جي على حسب السميه ديال الداله. عندك جوج حالات بدايه السنه، عندك جوج حالات من بعد في الدرس ديال اللوغاريتم غتزاد عندنا واحد الحاله الثالثه، يعني امور سهله جدا. مثلا كتكون عندك اف دو اكس، اف دو اكس كتساوي واحد التعبير او لا واحد سميتو اللي فيه الجذر، اوكي؟ جذر مثلا جي دو اكس، كنقصد بهذه الكتابه هذه بحال عندك جذر، الداخل ديال الجذر كاينه مثلا اكس اس 2 زائد 1 ولا اكس اس 3 زائد 4 اكس زائد، المهم شي تعبير الداخل ديال الجذر. كيقول لك حدد لي مجموعه التعريف، ديما ملي كتبان لك الداله فيها الجذر كتمشي ديريكت لذاك الجذر، كتاخذ الداخل ديال الجذر اكبر او يساوي الصفر. ولكن الطريقه ديال الاجابه كنبداو كندير دي دو اف تساوي، هذه الكتابة هذه ضرورية، كاينة كتابات أخرى ماشي مشكل، إكس تنتمي إلى إر سلاش، عاد كندير الشرط ديالي، دونك هذه ضروري نكتبوها. أشنو هو الشرط ديالي؟ ملي تيكون عندك الجذر كتاخذ الداخل ديال الجذر، شنو عندي الداخل ديال الجذر؟ عندي واحد التعبير اللي هو جي دو إكس، خص يكون أكبر أو يساوي صفر. صافي، هذه هي الطريقه ديال تحديد مجموعه التعريف بالنسبه للجذر. وهذه راه كتكون عباره عن متفاوته، كتلقى واحد المتفاوته اللي كنت شرحت في الاول ديال الفيديو، اكس اكبر من عدد ولا، وكتحولها للمجال. غنشوفوا امثله الحاله الاولى. الحاله الثانيه اف دو اكس مثلا واحد على جي دو اكس، كما كتلاحظوا
فهاد الدالة هذه عندي المقام، وحنا ديجا كنعرفوا بأن صفر في المقام حرام شرعا في الرياضيات، يعني دائما ملي تكون عندك المقام خصك تاخذ المقام يخالف صفر. فهاد الدالة هذه كنقصد بها مثلا واحد على شي تعبير، إما جذر إما إكس يساوي 2 زائد 4 زائد إلى آخره، المهم واحد على شي تعبير. أما إلا عندي الجذر كاينة طريقة خاصة، إلا عندك الجذر في المقام، دونك هنا كنلاحظ بأنه عندي المقام خاص ذاك المقام يخالف الصفر، ولكن غنكتب أولا الشرط ديالي دي دو إف تساوي إكس تنتمي إلى إر سلاش. شنو عندك؟ عندك المقام، المقام سيدي يخالف الصفر، صافي. وكتحل المعادلة، كيكون عندك واحد التعبير كتحل المعادلة، ولكن غير الفرق عندك تخالف، حل ديال المعادلة عادي جدا، صافي. هاد الجوج هما اللي عندك، إذا عندنا جوج مجرمين اللي هو الجذر والمقام. بان لك المقام سير ليه ديريكت خدو يخالف الصفر، بان لك الجذر سير ليه ديريكت خد الدخل ديالو اكبر او يساوي صفر. كاين واحد حاله خاصه، هذه كتسمى حاله خاصه، نزيدوها ماشي مشكل، الا تجمع لك الجذر مع المقام. مثلا واحد على جذر جي دو اكس، عندك جذر ديال شي تعبير في المقام، هنا شنو كندير؟ دي دو اف تساوي اكس تنتمي الى ار سلاش. اصلا حنا عرفنا المقام كيخالف صفر، وعرفنا بان الدخل ديال الجذر خص يكون يعني موجب، اوكي. اذا كيتخلص ليا هذا الشرط هذا مع هذا الشرط، حيت تجمع لي الجذر مع المقام، اذا غيعطيونا خص داك التعبير اللي كاين الدخل ديال الجذر خص يكون اكبر قطعا من الصفر، بحال هكا كتاخد ديك جي دو اكس اكبر قطعا من الصفر، بحال هاد بحال الجذر، غير الجذر كنديرو او يساوي، هادشي اللي كاين. اذا عفاكم غنمشيو للامثله باش نفهموا هاد العجب مزيان. اذا غنخدموا مجموعه من الامثله باش كما قلنا نفهموا هاد الامور مزيان. اذا الداله اللي تعطات لي اف دو اكس كتساوي اكس ناقص جذر اكس ناقص جوج. هنا السؤال حدد دي دو اف، ملي تيقول لك حدد دي دو اف كتشوف واش عندك الجذر او المقام. فهاد الداله هادي كيبان لي الجذر، ما كيهمنيش هاد اكس هذا ولا هاد ناقص ولا شي حاجه اخرى، كيهمني الجذر، خصك تمشي لهاد العجب ديال الجذر. شنو عندك الدخل ديالو؟ عندك اكس ناقص جوج، اذا غتطبق الخاصيه ديال الجذر، عندك دي دو اف. حنا دابا كنجاوبو، ودوك الروابط المنطقيه انتم الضروري لدينا اكس تنتمي الى ار سلاش. شنو عندك؟ عندك الجذر، شنو كاين الدخل ديالو؟ اكس ناقص جوج خاص يكون اكبر او يساوي الصفر حسب القاعده اللي عطيتك، هي جي دو اكس اكبر او يساوي الصفر. هذه عباره عن متراجحه ديال فقراء الرياضيات، داكشي اللي شفتو في السنوات اللي قبل كنديروا الحل ديالها عادي جدا. غندي داك جوج لذاك الطرف غيولي جوج حيت كان ناقص جوج، اذا اكس اكبر من جوج. ها انت دابا لقيتي ديك القضيه اللي عطيتك في الاول ديال الفيديو، اكس اكبر او يساوي ا، شنو كنديرو؟ غنعاودهم كاع انا باش تكون الامور واضحه. اكس اكبر او يساوي العدد ا، كنحولوها لواحد المجال اللي هو ا تال بلس لانفيني. إذا كان العكس كنبداو من وان لانفيني حتى العدد أ. وكاينين عاوتاني شي علماء في الرياضيات كيسدو هاد القضية هادي عند بلوس لانفيني، راه إلا سديتي هاد المعقوفة هادي عند بلوس لانفيني راه خاصك صراحة الحبس. علاش؟ حيت بلوس لانفيني راه لا نهاية، ما عندهاش الحد، داكشي كيكون مفتوح، واخا كيبان لك هنا أو يساوي كنديرو مغلق غير عند هاد العدد، صافي؟ عقلوا لي مزيان، راه كاينين وهاد الشيء راه شفناه في السنوات اللي قبل. هادي خصني نحولها للمجال، كتشبه لي هادي اكس اكبر من ا، اكس اكبر من جوج، اذا دي دو اف كتساوي من جوج يعني من ا تال بلس لانفيني، صافي. انت لقيتي دي دو اف وانت جبتي النقطة ديالك. يلا غنمسح السبورة باش نمشيو للمثال اخر. دونك نمشيو مباشرة لمثال آخر.
اف دو اكس كتساوي جذر اكس اس 2 ناقص 1 ناقص 4 اكس. هنا خص الواحد يرد البال، خص الواحد يرد البال. علاش؟ اولا غنطبق بعدا الشرط ديالي، من بعد نوريكم علاش خصنا نردو البال. اذا دائما ديدو اف تساوي اكس ينتمي الى السي ار. دونك الشرط ديالي كيبان لي عاوتاني الجذر، ما كيهمنيش ذاك ناقص 4، خاص الداخل ديال الجذر يكون اكبر او يساوي الصفر حسب القاعده اللي عطيتكم. هنا واحد الملاحظه عافاكم، ديما ملي تتكون عندك متراجعه من الدرجه 2، اسمعني مزيان، متراجعه من الدرجه 2 ما كنديروش الحل العادي، كنديو مثلا واحد لذاك الطرف وكنتعامل معها عادي جدا كما درت في المثال الاول، ديت جوج ناقص جوج لذاك الطرف ولقيت واحده من هادو. دابا الا دائما الا عندك متراجعه فيها اس 2 كدير جدول الاشاره. عقلتوا على جدول الاشاره اللي شرحته قبل ما ندخل للدرس ديال الاتصال. هادشي علاش قلت لكم اودي راه دوك الامور اللي هي بسيطه راه كنحتاجوها لداخل ديال الدروس. بحال هنا راه كنحتاجو جدول الاشاره ديال معادله او لا مترجحه من الدرجه 2. اذا شنو غندير؟ اولا غندير الحل ديال هادي اكس ناقص 1، غندير الحل ديالها، خصني نلقى الحل ديال ديك المعادله ناقص 1 غنعتبرها كتساوي صفر باش نلقى الحلول، خصني ضروري نلقى الحلول. هذه كتفكرني بالمتطابقة الهامة، أو لا يمكن لك تحسب الدلتا إلى آخره، أنت اختار عبر كما بغيتي مع إنوي ماشي مشكل، جميع الطرق صحيحة. أنا غنحولها لديك المتطابقة الهامة اللي مشهورة في الرياضيات، اكس ناقص 1 اكس زائد 1، حيت عندك ا اس 2 ناقص بي اس 2، ا ناقص بي في ا زائد بي كتساوي الزيرو، ماشي داك الفيلم ديال الزيرو ولكن العدد صفر. دونك شنو كندير عاوتاني؟ يعني اكس ناقص 1 كتساوي صفر او اكس زائد 1 كتساوي صفر. في الحقيقة هذه معادلة حتى هي مشهورة، ملي كتعطى لينا مثلا ملي كنتصادفوا مع هذه المعادلة كنعرفوا الحلول ديالها مباشرة، ناقص واحد وواحد، ولكن دابا غير سميتو باش الناس اللي دايرين باك ليبر يفهموا شنو كنديروا. إذا إكس ناقص واحد دينا لذاك الطرف، إكس واحد دينا لذاك الطرف غيولي ناقص واحد، ها هما الحلول. دائما نفس الطريقة في جميع التمارين اللي كتكون عندك متراجعه من الدرجة 2، كتاخذ ديك ذاك التعبير اللي عندك هنا كتحلو على شكل معادلة كتلقى الحلول، كتحسب الدلتا ولا شي لعبة، المهم كتلقى ليها الحلول، عاد كدير واحد الجدول كيتسمى جدول الإشارة. إذا جدول الإشارة كيكون بحال هكا، هادشي راه شرحناه في الاول ديال لا فيديو. هنا من موال انفيني حتى البلوس لانفيني، دائما من موال حتى البلوس، من بعد راه غنعرفوا فين معرف هذه القضيه هذه. اذا اكس اس 2 ناقص 1 كناخذوا ديك المعادله اللي حلينا، اشنو لقينا؟ 1 ناقص 1 غنرتبهم هنا، راه كاين اللي كيدير دوك ذاك الحساب ديال الموزمبيق كيبدا بواحد وكيدير ناقص 1، يعني كيحط عشوائيا، يعني خصنا بعدا نبداو بالصغير عاد الكبير. حتى هاد القضيه هادي شحال من واحد كيديرها في الوطني ما كينتبهش، كيحط هو غير كيشير. اشنو هي اشاره ا؟ اشاره ا خارج الجدرين وعكس الاشاره ديال ا داخل الجدرين. اشاره ا ديما اللي كتكون حدا اس 2، اذا موجبه زائد، ما كتبانش ليا ناقص حدا اكس اس 2 وهنا ناقص. دابا ديدو اف كتساوي دوك المجالات اللي فيهم زائد، حيت انت قلتي فين كتكون هذه اكبر من صفر، كتكون اكبر من صفر هنا وهنا حيت بانت لي فيه زائد، يعني دوك المجالات، يعني من موان لانفيني حتى ناقص واحد مغلق. علاش؟ حيت عندك او يساوي، يكون عندي قطعان غندير مفتوح. اتحاد يعني اتحاد داك المجال الاخر، حيت عندك جوج مجالات، واحد بلوس لانفيني. هذه هي الطريقة وهذه هي مجموعة الألف وأنت جبتي النقطة ديالك. إذا كتاخذ تما فين كتكون العلامة زائد دائما، فين كتكون موجبة هذا وهذا، هذا ما خديتوش حيت سالب. إذا نتمنى تفهموا هذا المثال هذا ونفس الطريقة في جميع الأمثلة، وغنمسح السبورة باش نمشيو للمثال آخر. إذا المثال الموالي لعندك المقام،
يلا شوفوا معايا هذا المثال هذا، غندير عاوتاني الشرط ديالي اللي هو دي دو اف ينتمي الى ار سلاش. شنو عندك المقام؟ شنو غتخدم هذه القاعده؟ كتاخذ داك المقام يخالف الصفر اكس يساوي 2 خاصو يخالف صفر حسب القاعده. هنا عندك معادله من الدرجه الثانيه، شنو هو الاختلاف؟ غير هنا عندك يخالف، بحال عندك شي معادله تساوي صفر، كتحلها عادي كتحسب الدلتا وكتلقى الحلول. اذا خاص الحلول ديال هذه المعادله يخالفوا صفر، اولا نديرهم على شكل ار ما عدا دوك الحلول كما غنشوفوا. اذا شنو غندير؟ اولا غنحل هذه المعادله، غنحسب الدلتا، الدلتا كيساوي بي اس 2 يعني 3 اس 2 اللي هي 9 ناقص 4 اس سي، 4 ديال القاعده في السي اللي هي 4 يعني 16. اشنو كنلاحظوا هنا؟ 9 ناقص 16 كتعطينا 7 او ناقص 7. اذا ماذا نلاحظ؟ كنلاحظوا بان الدلتا راه سالب، الدلتا سالب. ملي كيكون الدلتا سالب هاد المعادلة هادي ما كيكونوش عندها حلول نهائيا، في ار ما كيكونوش عندها حلول. ملي ما عندهاش حلول يعني هاد التعبير هذا راه موجب. ديما ملي كنلقى الدلتا سالب كنعرفوا بان هاد التعبير اللي كاين في المقام راه هو اصلا كيخالف صفر، ما عمرو غيساوي صفر. علاش؟ حيت الدلتا راه سالب ما عندهاش حلول، صافي. اذا مجموع التعريف، وبالتالي دي دو اف كتساوي ار، يعني المجموعة ار كاملا. علاش؟ حيت المقام ما نخافوش عليه، ما كاينش شي عدد فاش كتنعدم هاد الحدودية من الدرجة الثانية. يعني هاد القضية ملي حلينا على شكل المعادلة لقينا بأنه ما عندهاش حلول. مثلا كون كاين شي حل ديال هاد المعادلة، مثلا لقينا فيها مثلا في الحل الواحد راه خصنا ندير ار ما عدا واحد باش ما ينعدمش ليا المقام في ذاك واحد. ولكن دابا ما لقيناش حلول، يعني ار ديما ملي ما كتلقاش حلول او ملي كتلقى الدلتا سالبه صافي كتقول ار حيت ما عندهاش حلول. اذا نتمنى تفهموا هذا المثال هذا، انت صبرا نمشيو لامثله اخرى باش نفهموا هذه الفكره اللي درنا في المثال اللي قبل. غنخدموا على هذا المثال هذا باش تبان لنا الفكره مزيان. اذا هنا شنو غندير؟ غنطبق الشرط ديالي، ياك غنطبق الشرط ديالي حيت عندي المقام. شنو عندك في المقام؟ عندك اكس اس 2 زائد 1 خاص يخالف صفر. ولكن اشنو كنلاحظوا بالعين المجرده؟ بالعين المجرده كنلاحظوا بان هذا التعبير اللي كاين في المقام موجب قطعا، يعني ما عمرو غيساوي صفر. هذا الشيء غير بالعين المجرده، ياك اكس اس 2 راه موجب وواحد راه موجب قطعا، يعني ما عمر هذا التعبير غيساوي صفر. هذه ما عندهاش حلول. مثلا افترضوا حسبنا لها الدلتا غنلقاوه سالب، هذه راه معادله من الدرجه الثانيه ما كيبانش داك اكس حيت حدا صفر. بحال قلتي صفر في اكس زائد واحد، يلا نحسبوا كاع الدلتا ديال هذه نشوفوا شحال كيساوي. صفر اس 2 يعني بي اس 2 ناقص 4 في ا اللي هو 1 في سي اللي هو 1، اذا شحال كيساوي؟ كيساوي ناقص 4. الدلتا سالب، اذا شنو هي مجموع التعريف؟ ملي كنلقاو الدلتا سالب كنقولوا دي دو اف كتساوي ار، صافي. اولا بطريقه اخرى هذا التعبير هذا مشهور بانه موجب قطعا، اكس اس 2 موجب قطعا وواحد موجب قطعا، زائد راه موجبه من عند الله. اذا هذا التعبير هذا ما عمرو غيساوي صفر، ما عمرو غيساوي صفر. دي دو اف غتساوي ار. عقلوا عليا مزيان، ملي كتلقى واحد التعبير عرفتيه بالعين المجرده بانه موجب قطعا او لا موجب، الا كان الدخل ديال الجذر يكفي انه يكون موجب، عرفتيه موجب كتقول دي دو اف تساوي ار. الا كان في المقام وعرفتي داك التعبير اللي كان في المقام بانه موجب قطعا،
عمره كيساوي صفر، كتقول دي دو اف تساوي ار بلا ما تطبق هاد الخاصيات هادو. صافي، هادي حاله خاصه. اذا غنمسح السبوره باش نمشيو لامثله اخرى. مثال اخر، اف دو اكس كتساوي هاد التعبير هذا، ما كيهمنيش الفوق، كيهمني المقام، حيت عندك المقام والجذر. دي دو اف تساوي اكس تنتمي الى ار سلاش، شنو عندك في المقام؟ 3 ناقص اكس يخالف صفر حسب القاعده. هذا التعبير ما عرفناش واش موجب ولا سالب، ما يمكنش نقول راه دي دو اف هي ار، حيت هذا ماشي موجب، ماشي بحال دوك الامثله الاولى. اذا هذه غنلقاو لها الحل، معادله عاديه غير فيها تخالف اكس، غندير لك الطرف ولا انت دير اللي عجبك، المهم ناقص اكس غندير لك الطرف غيولي اكس. بمعنى اكس يخالف 3، مجموعة التعريف ديال هاد الدالة هادي هي اغ كاملا، ولكن اكس يخالف 3، يعني داك 3 ما خصوش يكون في اغ. كيفاش كنعبروا على هاد القضية هادي؟ ها كيفاش كنكتبوها ياك، حيت الأغلبية ديال التلامذة والتاني كيتلفوا في هاد العجب هذا. غندير دي دو اف كتساوي اغ كاملا، يعني جميع الأعداد، جميع الأعداد معرفة فيها الدالة باستثناء 3، باستثناء 3 صافي. هذه هي مجموعة التعريف. صافي، لقيتي مثلا اكس يخالف 6، غدير اغ ناقص او باستثناء 6. هادشي اللي كنقصدو راه غير من سميتو راه باين، يخالف يعني اكس ما خصوش يساوي 3، هادشي علاش حيدناها. بطريقة أخرى مثلا في شي تمرين قال لك عطيها ليا على شكل مجالات، هذه غنحولوها للمجالات. اوكي، غنحولوها للمجالات. رد معايا البال، حيت نفس الطريقة في جميع الأمثلة. شوف كيفاش غنرد هذه المجالات. إغ شنو كتعني؟ إغ معروفة هي من ناقص لنهاية حتى لبلوس لانفيني، من ناقص لنهاية حتى لبلوس لانفيني، هادشي اللي كنقصدو بإغ. ولكن عندك باستثناء 3، ناقص لا نهايه وبلس لانفيني بيناتهم 3، خصك تحيد ديك 3. عندك مثلا اكس يخالف 6، خصك تحيد بيناتهم 6 الى اخره. يلا شوفوا معايا كيفاش غنحيد ديك 3 بين موال انفيني وبلس لانفيني. كندير من موال انفيني حتى 3 مفتوح، هانت حيدتي 3 على اليسار اتحاد، هانت عاوتاني حيدتي 3 على اليمين. ملي كتحيد 3 على اليسار وهو على اليمين، بحال الا حيدتي العدد 3 بصفه عامه، تال بلوس لانفيني. هذه هي مجموعه التعريف ديال الداله هذه، اما بهذه الكتابه او لا بهذه الكتابه. غنمسح السبوره باش نمشيو لامثله اخرى. اذا المثال الموالي اللي هو على هذا الشكل هذا، هنا غنتصادف مع جوج متراجحات. اذا خصكم ضروري تردوا معايا البال باش تفهموا كيفاش نتعاملوا مع دي دو اف اللي فيها جوج متراجحات. دائما كنخدم الشرط ديالي اللي هو عندك جوج ديال الجذور، غتاخذ ما بداخل الجذر اكبر او يساوي صفر حسب القاعده. الجذر الاول فيه اكس، يعني خص يكون اكبر من صفر، و الجذر الاخر فيه واحد ناقص اكس حتى هو خص يكون اكبر او يساوي الصفر. وغندير واحد التعديل بالنسبه لهذه، هذه مقاده اصلا. داك اكس الى دينا لذاك الطرف غيولي واحد اكبر من او لا اصغر من او لا عفوا واحد اكبر او يساوي اكس. اذا هادو هما جوج متراجحات. دابا هنا عندك هذه على شكل مجال، الا كتبنا هذه على شكل مجال خصنا نعرفوا فين كيتقاطعوا، فين كيتقاطعوا، وكتعني التقاطع او كتعني اتحاد. اذا ردوا معايا البال، ملي كيتجمعوا لك جوج متراجحات في دي دو اف وحده، كترسم هذه، شنو كتعني بعدا هذه على شكل مجال؟ اكس اكبر او يساوي صفر، ها اكس اكبر او يساوي ا، يعني من صفر حتى بلوس لانفيني، هذه من صفر حتى بلوس لانفيني. والاخرى واحد اكبر او يساوي اكس، راه بحال الا عندك هذه غير تقلبات، غير تقلبات ديك الجهه، بحال الا عندك ا اكبر او يساوي اكس، ا اكبر او يساوي اكس، يعني من موال انفيني حتى لواحد، من
موال انفيني حتى لواحد مغلق حيت عندك او يساوي. هادو غنرسمهم على شكل مستقيم مدرج، صفر بلس لانفيني، ها صفر بلس لانفيني، ما عندهاش حد يعني صفر بلس لانفيني. هادي من موال انفيني حتى لواحد، فين كاين واحد؟ ها صفر، ها واحد، اذا واحد كاين هنا، واحد كاين هنا، ها واحد. وموال انفيني فين كاينه؟ كاين هنا موال انفيني، صافي. ديما جوج متراجعات كترسم كل وحده وكتشوف فين كيتقاطعوا، فين كيتقاطعوا، فين كيتعاود هذا اللون مع هذا اللون، هنا بين صفر وواحد ياك، هنا فين كيتقاطعوا جوج خطوط، اما هنا راه كاين الفراغ وهنا كاين الفراغ. اذا شنو هي مجموعه التعريف؟ تما فين كيتقاطعوا. اذا دي دو اف كتساوي صفر واحد، هذه هي مجموعة التعريف ديال هاد الإجابة. إذا نتمنى تفهموا هاد المثال هذا ونفس الطريقة في جميع الأمثلة ملي كيتجمعوا لك جوج متراجعات. خمسة صبور باش نمشيو للأمثلة أخرى. إذا هاد المثال أيضا اللي غنخدموه دابا فيه واحد اللعيبة خصنا نردو ليها البال حتى هي. إذا هو ولا عندك اف دو اكس كتساوي جذر مربع اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد كلها داخل الجذر ناقص اكس. داك ناقص اكس ما كيهمنيش حيت ما كاين لا في الجذر لا في المقام. إذا كيهمني هنا غير الجذر والمقام. سلاش شنو عندك؟ شوف راه عندك جوج حوايج، عندك الجذر وعندك المقام. غتاخذ الداخل ديال الجذر كلها أكبر أو يساوي الصفر، حنا طبقنا ديال الجذر، ولكن عندك المقام اللي فيه إكس ناقص واحد، وخص داك المقام يخلف صفر، هادشي اللي كاين. دابا كيفاش كنتعامل مع شي متراجحة اللي فيها البسط والمقام؟ هادي أو الثاني عقلوا عليها مزيان. ديما ملي تتكون عندك شي متراجحة فيها البسط والمقام كتفكر في جدول الإشارة. إمتى كتفكر في جدول الإشارة؟ إلا عندك شي تعبير فيه المقام والمقام والبسط، أو شي متراجحة فيها يعني من الدرجة الثانية كما شفنا في الأمثلة السابقة. هاد جوج حالات كنستعملو جدول الإشارة. غندير واحد جدول الإشارة بحال هكا، دائما من موال انفيني ال بلس لانفيني. هنا عندك البسط والمقام، غندير واحد الخانة ديال البسط وواحد الخانة ديال المقام وواحد الخانة نكتبوا فيها البسط والمقام كما مكتوب هنا. اذا هنا اكس، هنا غندير البسط بوحدو وهنا المقام بوحدو، وهنا غنكتبوها كما هي باش نحددوا الاشاره ديالها، صافي. دائما نفس الطريقه عفاكم في جميع الامثله اللي كتبان لهاد الاجابه، هذا ديما المقام والبسط كتخدم جدول الاشاره. غنشوف فين كتنعدم هاد المعادله اكس زائد واحد تساوي صفر ديال فقراء الرياضيات، كتساوي صفر، يعني اكس كتساوي ناقص واحد، وهاد اكس ناقص واحد كتساوي صفر، كتحل المعادلة عادي جدا، يعني اكس كتساوي واحد حيت كدير داك ناقص واحد. عندك جوج حلول غترتبهم هنا، ناقص واحد وواحد، هادي كتنعدم في ناقص واحد وهادي كتنعدم في واحد، غنخليهم بحال هكا. اشنا هي اشارة ا لحدا اكس؟ هي زائد، اشارة ا هي زائد، كنديروها اليمين ديال الحل، كلشي هنا كيكون زائد اليمين ديال الحل، واليسار ديال الحل كتكون عكس إشارة أ. هنا عاوتاني إشارة أ هي زائد كتكون اليمين ديال الحل، واليسار كتكون العكس ديال إشارة أ، كلشي ناقص. هادو غنجبدهم شوية. دابا غدير الضرب ديال الإشارة، ناقص في ناقص كتعطيك زائد، زائد في ناقص هي ناقص، زائد في زائد هي زائد. اذا شنو هي مجموعة التعريف؟ مجموعة التعريف هي تما فين كيكون زائد، حيت الجذر دائما خص يكون موجب، دائما كتاخد تما فين كيكون زائد، يعني هذا المجال اتحاد هذا المجال. اذا دي دو اف، وخصنا نردو البال لهذه، شوفوا معايا كيفاش غندخلوها. من موال انفيني حتى ناقص واحد، واحد بلس لانفيني، خديت المجالات اللي فيهم زائد، ولكن
ما تنساش المقام يخالف صفر، هذه عاوتاني راه كتعني اكس يخالف واحد، يعني خديت داك ناقص واحد لذاك الطرف. اشنو كتعني اكس يخالف واحد؟ خص واحد ما يكونش في مجموعة التاليف، ما يكونش في هاد المجالات هادو. هنا عندك مغلق عند واحد، راه بحال الا قلتي راه واحد كاين، ولكن هنا اكس يخالف واحد ما كاينش واحد، اذا غتخليه مفتوح ما كاينش واحد، صافي داكشي اللي كنعنيو يخالف. اذا نتمنى مره اخرى تستفدوا من هذا المثال هذا، غنمسح السبوره باش نمشيو لمثال اخر. اذا هاد جوج امثله اللي عندكم هنا، نتوما اللي غتعطيوني دي دو اف ديالهم اسفل هاد لا فيديو هادي، يعني في التعليق، باش نشوف شكون اللي عنده صحيح، باش نعرفوا شكون اللي فهم هاد التقاشر هذا. وشكرا على التتبع ديالكم، وموعدوني ان شاء الله في الجزء الثاني ديال مجموعه التعريف، باش نعرفوا كيفاش كنحددوا مجموعه التعريف ديال الداله المجزاه اللي مهمه جدا. عاد غنمشيو للاتصال على مجال وصوره مجال اللي هما ساهلين في الحقيقه، وغنشرحهم مزيان ان شاء الله. شكرا على التتبع ديالكم، ما تنسوناش بالدعوات اللي هي الثروه الحقيقيه بالنسبه ليا، والى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.